أهلا، أنا وعدت بمراجعة الصراحة، بس اعذروني مرة تأخرت وانشغلت مرة على الأيام. فعن قولت إني وعدتكم قلت بسوي هذه لنموذج واحد، وهذا من أواخر النماذج اللي موجودة للـ MTA. كان عام 2018-19 في سبرينج، هو أتوقع فيه 3 نماذج في السنة هذه. طب بدون مقدمات خلينا نبدأ في النموذج. أول سؤال عندنا طبعا اختيارات، هنا قال لك في الفقرة الأولى 5 ملي سكند are equivalent to، يعني يقول لك 5 ملي سكند في المقابل أو إنها اللي شابهها كذا، يعني هو محولها من 5 ملي سكند إلى مايكرو مايكرو ومايكرو، فيقول أي واحدة اللي مقابل لها. طيب إذا خلينا نشوف التحويلات أو جدول التحويلات، يعني لازم تكون عارف الملي سكند إلى مايكرو إلى سكند. مهمة التحويلات هذه. أول شيء أنا دائما أستخدم القانون هذا seconds، أو شيء بدأ seconds ثم بعد seconds أصغر منه على طول اللي ملي seconds اللي هو معطاه، ثم يجي بعدها مايكرو سكند، هذه مايكرو سكند، ثم يجي بعدها نانو سكند. التحويل، خلنا نحط بلون ثاني عشان أوضح، التحويل من كبير إلى صغير سكند أكبر، ملي سكند أكبر من مايكرو، زين؟ من كبير إلى صغير بعلمكم بعد شوي. هذه التحويل، التحويل من كبير إلى صغير نضرب في 1000، 1 2 3 ضرب 1000، 1 2 3 ضرب 1000، 1. العكس من صغير إلى كبير تقسم على 1000. هذا أنت احفظ الطريقة هذه، الترتيب هذا وخلاص، وتحل كل المسائل اللي كذا فيها تحويلات ومدري إيش. تقسم على 1000، احفظ ترتيبها، إن اللي هو سكند أكبر من ذولي كلهم، والترتيب هذا. طبعا لما أقول 1000 كأني أقول 10 أس 3، يعني هذه هي مثلا، أقول مثلا 10 أس 3 هي نفسها 1000، نفس الشيء. يعني أنت بتستخدم هالطريقة ولا هالطريقة، زي مثلا لو أقول 8 هي نفسها لما أقول 2 أس 3، بس تغيير صياغة. هذه في الرياضيات العامة لازم تكون عارف هالأشياء هذه عشان تحل بعض المسائل اللي هنا. طيب نجي لشغلنا هنا. اللي أعطانا في السؤال، في السؤال أعطانا 5 ملي سكند، أعطانا هنا 5، أعطانا 5 ملي سكند، وطلب يقولك إذا حولتها المايكرو سكند وش الأقرب لها. الحين لما أحول من هنا من ملي سكند إلى مايكرو، إحنا نضرب في 1000، فمعناتها إجابتنا بتصير 5 ضرب 1000، أو 5 ضرب 10 أس 3 اللي هذه. وين الإجابة اللي 5 في 10 أس 3؟ طبعا هذه على طول تحط إكس، هذه على طول في إجابات هنا. يعني ميزة الخيارات إنك تقدر تستثني إجابات. الحين نسبة إنك تجيب إجابة صحيحة وأنت ما فهمت السؤال 25% إنك بتجاوب صح. واحدة من الإجابات إذا اخترت عشوائي بتجيب صح، لكن لما تشيل الاحتمال هذا، ولأني شلت بي هذا يقول بي أن سي، أشيل احتمال، يعني صارت نسبة 50% إني أجيب إجابة صح. هذه ميزة الخيارات يعني، فالواحد يركز فيها. ليش شلت هذه؟ لان بيس اوف احنا عندنا ملي سكند، هذه ملي سكند يعني تايم، شوف سكند ملي سكند كلها سكند، بالتايم نتعامل بالوقت. البيس اوف 2 هذه مع السايز، يعني مع هارد ديسك رام ما ادري وش، اي شيء سايز يكون بيس اوف 2، يعني 2 كذا هذه معناتها بيس اوف 2. فخذ هالفكره يعني. المهم قلنا 5 في 10 أس 3 اللي هي هذه الاجابه الصحيحه، زين هذا الجواب صحيح. طيب نمسح كل شيء. السؤال الثاني يقول نفس الفكرة، 5K byte of RAM كم بت فيها؟ طيب نفس الفكرة، أجي أقول جيجا بايت ثم أقول ميجا بايت، هذا المفروض حتى في جوالك تعرف أنت الوحدات هذه، كيلو بايت ثم أجي أقول بايت ثم أقول بت آخر شيء. لحظة، نفس الفكرة، التحويل من هنا لهنا نفس اللي أخذته في التايم، ضرب 1000 ضرب 1000 ضرب 1000، وهنا نفس الشيء، يعني ما بتقسم هنا، ما يحتاج أكتبها وأطول وقت، نفس الشيء
تقسم على 1000. لكن هنا من بايت، هذا الاختلاف احنا عندنا اللي هو المساحة، من بايت الى بت، البايت 1 بايت يساوي 8 بت، هذا عندنا. فهنا بتضرب في 8، هنا بتقسم على 8. هذا الاختلاف يعني لما تتعامل مع الوحدات اللي هي سايز او مساحة. نفس الشيء الالف تساوي 10 أس 3، الثمانية تساوي 2 أس 3. ممكن نقول مثلا هنا بدل ما تقسم على 1000 هنا تضرب، مو اللي فوق قلنا تضرب 10 أس 3 اللي هي تضرب في 1000. هنا مثلا اللي تحت لو بحول من كيلو بايت الى ميجا معناتها هنا بقسم على 1000. ممكن اقول اضرب في 10 أس 3، لما هذه معناتها كاني اقول اقسم على 1000، نفس الفكره يعني، هذه يعني اضافه. طيب الحين وش اعطانا؟ هو اعطانا، خلينا نشوف لون جديد، اعطانا اللي هو 5K. لما تشوف 5K خلينا بعدها شوي بعض، 5K هذه 5 مثل ما هي 5، الK معناتها 2 أس 10. 2 أس 10، معليش معليش انا عندي خطا هنا، خطا شنيع، خلينا نعيدها. كذا في المساحة لما نتكلم عن هارد ديسك رام مدري ايش، 1024 مو بألف، شوف فرق بس 24 بت، 1024 ضرب، طبعا ضرب ضرب. هنا برضو نفس الشيء، هنا بتصير 1024 اللي تعادل 2 أس 10، وهنا بتقسم على 1024، تقسم على 1000، معليش والله 1024 تقسم على 1024، نفس الشيء. زين هذه نفس الشيء، عشان كده انا حطيتها 2 أس 10. 2 أس نفس الشيء، 2 هنا لو قلت 2 أس 10 هي نفسها 1024، نفس ما قلنا 10 أس 3 هي نفسها. تقدر تحطها كذا ولا تحط 2 أس 10، هذه 2 أس 10، هالثنتين مع بعض تصير 2 أس 20، الثلاث مع بعض 2 أس 30. هذه الفكرة. طيرت الآلة حقتنا. طيب طيب المهم وين وصلنا؟ يعني مثلا إذا قال يحول مثلا من جيجا، لا خلينا من فوق، من جيجا مثلا إلى بايت، اقدر اسوي مثلا، اقدر اسوي مثلا قال لي 5 جيجا مثلا حولها الى بايت، اقدر اقول 5 ضرب 1000 1024 اللي من هنا الى ميجا ضرب 1024 اللي من ميجا لكيلو بايت ضرب 1024 اللي هي من كيلو بايت الى بايت، اقدر اسوي كذا. بنفس الوقت اقدر اقول 5 ضرب 2 1 2 3 32، هذه 2 أس 10، 2 أس 20، 2 أس 30. ليش 2 أس 30؟ كأن يقول هذه اللي فوق 5 ضرب 2 أس 10 ضرب 2 أس 10 ضرب 2 أس 10. نفس الشيء مو احنا قلنا هذه في الضرب ذا البيس واحد نجمع الأسس، فكأنها كذا 5 في 2 أس 30، هذه نفس الشيء عطوا طمرت لهنا. طيب نرجع السؤال، ترى اوقات يعني في ناس ما شاء الله ناس مشاطر مذاكره يعني ما تحتاج هالكلام اللي قاعد اقوله، بس في ناس ما ذاكرت بعيد عليهم يعني. طيب ال 5 كيلو بايت، 5 5 وفي كي حقتنا، 5 تنزل مثل ما هي، الكي قلنا 2 أس 10، إذا شفت K 2 أس 10، شفت M 2 أس 20، هذا بيتكرر عليك كثير سواء هالشابتر أو شابترات قدام. M 2 ممكن يقول لك 5 ميجا تقلت 2 أس 20، بس هين معطينا K، هو K قلنا 2 أس 10. زين 5 ضرب 2 أس 10، وين سؤالنا؟ هنا يبيها بيتس، أعطاناها هنا السؤال. ما يبنون ده
أعطانا هنا 5 زين، ويبغاها إلى بيتس، إلى الأخير هنا بيتس. هنا 5 في 2 أس 10، يعني حولت من هنا لهنا ضرب من هنا لهنا ضرب اللي هو 2 أس 3. ليش 2 أس 3؟ هي نفسها 8 هذه، عشان أحول من بايت إلى بيت نفسها. زين، فتصير 5 ضرب إلى نفس البيس نجمع الأسس، الضرب نجمع الأسس بس 13 هذه. فوين الإجابة؟ 2 هذه 5 في 2 أس 13 كذا جت. طيب سي وسي، نجي هنا سي هنا سي. هنا طالب تحويل عادي. What's the decimal؟ حاطة 8 بت. هنا توقع 1 2 3 4 5 6 7 8 بت هذه. What يبغى تحولها هذه إلى decimal، يعني من base 2 إلى base 10، تحولها من binary إلى decimal. طبعا حاط لك unsigned representation، طبعا تختلف من signed إلى unsigned. طيب الرقم 1 3 أصفار 1 2 3 8 4 وحدات 1 2 3 4. إذا بحول أنا أستخدم الطريقة هذه، 1 2 4 8 16 32 64 128. شوف هو قال لنا unsigned، لو signed هذا الخانة الأخيرة اللي most significant bit بيت اليسار، هذا بيعتبر الإشارة سواء موجب أو سالب. إذا واحد بيصير سالب، هل زي هالحالة إذا هو signed أقول هذا سالب ثم أحسب العدد هذا كم وأقول العدد كذا، لكن الحين لا، ما أعتبر إشارة، أعتبره من الأعداد. فنجمع 128 زائد، طبعا اللي عليها دي خلاص كنسل، هذولي أصفار كنسل، زائد 8 زائد 4 زائد 2 زائد 1. هنشوف بالآلة 128 زائد 8 زائد 4 زائد 2 زائد 1 يساوي 143 اللي هو هذه. زين، خلنا نتأكد من إجابتنا في موقع. مثلا هنا يقول احنا نبي من باينري الى ديسيمال، الى ديسيمال 1 3 أصفار 1 2 3 4 143 هذا هو نفس العدد. فهذا للتأكيد، يعني إجابتنا هنا 143. لازم تفرق، يعني إذا بحولها قال لي هذه unsigned، إذا قال لي signed وش الاختلاف بيكون؟ هذه 128 بتكون الإشارة، بتكون الإشارة بقول سالب العدد، سالب. زين، العدد بيكون سالب، لكن أجمع الأعداد هذه كنسلها، 8 زائد 4 بجمع من هنا بس، هذا اللي بجمع هذا هو. خلنا بشوف الآن، عندي أسرع 8 زائد 4 زائد 2 زائد 1 يطلع 15، تطلع سالب 15 إذا قال لي signed اللي هو هذه. لو قال لي signed هذا الفرق بينهم. سي سي قلنا سي سي بي صح، سي سي بي. طيب اللي بعده يقول لنا مو بلازم احط سي سي بي، بنزل احوز. طيب اللي بعده what is the complement of the expression، اعطاك معادلة يبغى لك تسوي لها complement، يعني تنفيها النفي. اعطاني x زائد y الجميع complement، مش الخط المائل، الجميع complement الثنتين هذه. هو الحين يبيك تسوي complement لهذه، يعني هذه أدخل عليها complement هذه. في هالحالة هذه لما يكون عندك double complement، هذا وهذا double، يعني كذا هذا complement الأول ودخلت عليه ثاني، double complement كنسلون بعض، كأني أقول
يعني سالب ضرب سالب يكنسلون بعض بتصير موجب مثلا كنسلون بعض خلاص ما كان في سالب فهذه كنسلوا بعض فالإجابة بتصير x زائد y. لكن إذا قال لي مثلا ممكن الناس تلخبط بين هذه ودي مورغان إذا قال لي مثلا x زائد y وقال لي حل المسألة هذه قال لي حلها x زائد y نفس الموجودة كذا قال لي حلها هذه دم عليه كامبلمنت على الجميع فهنا بدخل على مثلا أقول نيجيشن الأول أو كامبلمنت الأول x الأول أقلب الإشارة بتصير بدل الجمع تصير ضرب أو بدل أور بتصير أنت هي صح سيت أي أور الجمع ثم النيجيشن الثاني كذا بتصير هذا لو قال يحل هذه هذه يسمونها دي مورغان لما تشوف الخط على قوس أو يعني على الكل زي هذه هذه دي مورغان لو قال حلها دي مورغان اللي هو كذا تصير لكن هو دخل عليها كامبلمنت هي كامبلمنت أساسا ثم دخل عليها كامبلمنت في هالحالة يعني لو بدون الخط هذا السؤال هذا وقال لك كامبلمنت ترى هذا بس الحل بدون الخط هذا لكن هو خطين خلاص تكنسلون بعض تطلع الإجابة x زائد y اللي هو c ممكن نجرب في موقع شوف أنا أذكرني فاتح موقع عندي موقع كويس هو صعب شوي الموقع ده x زائد y هذه هي خلنا نشوف اكتبه بصيغة ثانية اكتبه المفروض احط complement complement ثم افتح قوس complement ثاني x زائد y سكر قوس كذا لا مو بقوس هذا الموقع ده شوي الحس المخ نفس الإجابة هذا هذه المسألة الأولى عليها قوس x زائد y تشوف الخط هنا هذا هو x زائد y نفس ما أعطناها دخلت عليها الكامبلمنت اللي برا فالنتيجة بتصير x زائد y وهذا القانون اللي اسمه innovation law truth table حقتها والk map فون نيومان فهذه طيب هنا ايش كنت ابي تذهب هنا طيب وين وصلنا الحين عندنا هنا هذه هذه نظريه يعني قالنا which of the following is a valid statement وش الواحد الصحيحه هنا full adder احنا عندنا half adder وعندنا full adder full adder يصلح مشاكل half adder اللي اتوقع انا ناسيها بس انها كان half adder كان كذا زين وعطوا تسوي لها sum اتوقع تصير صفر واحد واحد صفر اتوقع او هذا undefined هي هذه كانت مشكلته ال two inputs عنده two inputs ال full adder كان صلح المشكلة أتوقع كذا ثم صفر صفر واحد واحد صفر صفر واحد واحد دخلوا input ثالث فهو فيه three inputs فهنا شو يقول full adder always have two inputs هذه خطأ register can be designed from flip flop صح الريجستر هذه تحفظ زي الذاكره او ذاكره يعني تلقاها داخل المعالج او شيء في المعالج هي شيء مره صغير فتستخدم دي فليب فلوب للتخزين فهذا صحيح هذا decoders are sequential circuit لا combinational circuit both b and c هذه بي صح بس سي خطأ فتكين الإجابة اللي هو فليب فلوب هذه طب نشوف هي نهاية شابتر 3 طبعا هذا أخص شابتر في شابتر 3 متعب حفظه أول شيء
لحظة، أول شيء عندنا الديكودرز يقول sequential circuit، هذا الديكودرز combinational circuit، فقلنا هذه يعني هذه خطأ، هذه خطأ. الثانية كان يقول full adder have two inputs، هذه full adder، شوفها هنا هذه الانبوتس حقتها زي ما قلت ثلاثة inputs، فهذه برضو خطأ. في عندنا شو يقول registers، أتوقع آخر شيء registers، هذه هذه هنا شوفها registers implemented using the flip flop، هذه فنقول إجابة صحيحة D. طيب خلصنا، شو حطيت ميوت، خلصنا من السؤال الأول اللي خيارات. ودي أسرع شوي عشان ما يطول، دائم شرحي طويل في المقرر ما أدري ليه. عندنا الحين سالب 91 هذه، وطالب إنك تحول الديسيمال هذه إلى 2 كومبلمنت، 2 كومبلمنت. طيب لو جاني عدد، أعطاني عدد وقال حوله إلى 2 كومبلمنت، إذا هالعدد موجب على طول أحول نفسه بشكل باينري، أعطاني 5 أحولها بالباينري 1 0 1 1 على طول إذا موجب. إذا سالب العدد سالب، مثلا عددنا هذا هنا بحوله يعني بتجاهل السالب في البداية، بحوله كخمسة كعدد باينري، زين الخمسة هذه أحولها إلى 1 complement، ال 1 complement أحولها إلى 2 complement. طبعا كلها خطوات سهلة بس لازم تعرفين شيء هذا. طيب هو أعطانا 91 الحين، 91 قلنا أول شيء خلنا بحط السالب على جنب عشان ما أنساه، أعرف إنه عدد سالب، ترى بس الأعداد السالبة يتحولها. 91 خلنا نمثل خط الأعداد حقنا، 1 2 4 8 16 32 64 128 128. ما عجبتني 128 برضه، ما عجبتني فيني أنا، تراني دقيق شوي. الحين أبغى أشوف 91، أحول 91 نفسها، زين. أنت هنا هذه المشكلة إنك يعني مشكلة الطريقة هذه، أنت قلت تحلها بالطريقة هذه، تقدر تسوي 91 وتقدر تقسم على 2 لأن قال لك باينري، تقدر تقسم 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 ليه ما تجيب الأعداد 0 1 0 1 وتقراها من تحت لفوق، تقدر تسوي الطريقة هذه. أنا شخصيا أفضل هذه اللي بالخط هذه، طبعا أسرع بالنسبة لي. أول شيء 128 بحطها صفر لأن لازم أجمع كون لي أعداد من هالأعداد دي يعطيني 91، 128 خلينا نقول صفر. طيب خلينا نجرب أحط الكبير 64 زائد مثلا 32، لا هذه 96، معناته بكنسل 32. ليش؟ لأن اللي بحط 32 زائد 16 زائد 8 كل الأعداد الباقية، زائد 4 زائد 2 زائد 1 63 اللي هو أقل من 91، فبهالحالة بكنسل عشان ما أنساها اللي هو 32 بحط صفر. طيب خلينا نجمع 64 هنا 64 زائد 16 زائد 8 خلينا نشوف 88. أوكي خلينا ناخذها، قلنا 64 زائد 16 زائد 8 صرنا 88، 2 صار 90، هذا 91، هذا صفر، هذا العدد الباينري الحين، هذا هو باينري، زين. الحين حوله إلى 1 complement، 1 complement، 1 complement تقلب الأحداث أصفر، 0 0 1 0 0 1 0 1. الحين حوله 2 complement، دي واضح هذا الخط ولا لا؟ أحس واضح، هذا ال 1 complement، الحين نحوله إلى 2 complement، 2 complement بس تزيد عليه 1 زائد 1 زائد 1 تضيف عليه 1، هذا 2 complement، هذا العادي من decimal إلى binary. هنا قلبت الأصفار إلى وحدات اللي هو هذه، الحين أزيد عليه 1 عشان يصير 2 complement اللي هو 0 زائد 1 1 1 صفر، باقي بينزل مثل ما هو 0 1 0 0 1 0 1، هذا 2 complement اللي هو طالبه.
خلني أتأكد من موقع. هنا من باين هو أعطانا ديسمال، ديسمال إلى باينري كم؟ سالب 91. هذا هو الباينري، عدد تو كامل شوفه. هلا أبدأ من اليمين، 1 0 1 0 2 1 0 1 هذا هو. فهذه واضح إن شاء الله. طيب اللي بعده، اللي بعده floating point. floating point ده لازم تفهم هنا شيء، اللي هو هذا البت الأول هذا حق sign الإشارة، موجب ولا سالب. إذا واحد هي سالب، إذا صفر هي موجب، يعني العدد اللي بنطلع. هو معطيك عدد floating point، هذا يبيك تجيب العدد الصحيح اللي هو decimal number. لازم تعرف الحين إن عددنا اللي بنطلعه بيكون عدد سالب، هذا واحد. هذه أول نقطة عندنا. هذه نسميه exponent أو الأس، أو بيجيك تلعب في الأس. يعني الحين لو أقول لحظة، أقول 5 زين، إذا بحرك الفاصلة أتوقع لليسار، بحرك الفاصلة لليسار يعني بتصير 0.5، حركتها لليسار خانة لازم أقول ضرب 10، بحركها خانة زيادة يعني بتصير، خلينا نقول بتصير 0.0 ضرب 10. هنا إحنا كنا هنا 1 2 3 ضرب 10 سالب. هو فيها طريقة، إذا حركتها من يسار الأس يزود، إذا حركتها من يمين أس ينقص الفاصلة. فهذه النقطة نستخدمها في الإكسبوننت. فهذه الإكسبوننت عندنا، الإكسبوننت هذه زين، لازم نحولها، يعني نحولها إلى عدد صحيح ديسمال عشان نعرف كم الإكسبوننت. هذا أسوق اسمه منتيسة أو منتيسة أو شيء زي كده. هذا هذا المفروض أنه يكون بالصيغة هذه 0 1 1، اللي هو 0 1 1 0 1 1 1 1 اللي هو نستخدم الأس هنا الإكسبوننت عشان نحرك الفاصلة ونشوف مكانها الصحيح ونجيب العدد حقنا. هذا هو، هذه الثلاث أشياء اللي بنحتاجها. زين خلنا نبدأ أول شيء اللي هو الأس، الأس أو الإكسبوننت. إكسبوننت عندنا هو حاطة 1 0 1 1 0. خلنا نبدأ اللون، 1 2 4 8 16 هذا الإكسبوننت عندنا. فنجمع الأعداد اللي هي 16 + 4 + 2 يساوي 22. طبعا جمعتها بالآلة اللي عندي. طبعا هنا في شيء قال لنا، قال لنا exceed 60 diagram. المسائل هذه أوقات يقول لك exceed 60 diagram أوقات لا. exceed 60 diagram معناته الإكسبوننت لما حسبه، لما حسبه مثلا زود عليه 16 الإكسبوننت. يعني هذا الإكسبوننت مو بالرقم الأصلي، هذا الرقم هذا اللي عندنا مزود عليه 16 هذا. فالحين بننقص منه 16، 22 ناقص 16 عشان ناخذ الإكسبوننت الأصلي، بيصير 22 ناقص 16 6. فالإكسبوننت عندنا بيكون 6 هذا. هذا أول شيء جبناه. طبعا الساين، الساين تساوي نيجاتيف مثلا، المفروض هذا، هذا ثاني شيء نجيبه أو أول شيء. الحين العدد هذا بيكون 0.1 1 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. الحين بحرك الفاصل، هو المفروض أبدأ بصفر ولا من هنا على طول أبدأ؟ أنا ناسي والله، أتوقع إني ببدأ من هنا، أتوقع إنه بدون صفر، أتوقع ما خاب ظني إني أبدأ من هنا. لو نحرك الفاصلة 6 خانات زين، ودي تراجعون الشيء هذا بس إن شاء الله إنه صح علي. خانة أولى، خانة ثالثة، ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، سادسة. يعني العدد بيكون معنا 1 1 0 1 1 خلاص بتصير هنا فاصلة. نأخذ العدد هذا إحنا طبعا 1
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، بتصير ثلاث وحدات يمين، بتصير من هنا هذا العدد بيصير كذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، إيه كذا بيصير. الحين أحول العدد هذا إلى باينري، إلى قصدي ديسمال، واحد اثنين أربعة ثمانية ستة عشر اثنين ثلاثين، بيصير اثنين ثلاثين زائد ثمانية ستة عشر زائد أربعة زائد اثنين زائد واحد، بيطلع لي 55. إن شاء الله إنه صح، يعني أنا بنسبة 60% أقول إنه صح. المهم حولت اللي هو الجزء هذا، يعني حولت أول شيء طلعت هذا العدد، شون هنا طلعت كم الإكسبوننت، طلع لي مثلا 22 نقص منها 16 لأنه قال لي إكسيد 16. الإكسبوننت هذه أبدأ أحركها من هنا، واحد عدد إكسبوننت 6 حركها 6 خانات، واحد شوف هنا 1 2 3 4 5 6 معناته بوقف هنا، فبأخذ العدد هذا كله هنا. الحين هذا العدد أحوله إلى باينر، إلى ديسمال قصدي، أحوله طلع معنا 55. إحنا عندنا إشارة سالب الحين 55 هذا العدد حقنا، هذا لما حولت من floating point إلى ديسمال سالب 55، لأن سالب لأن الإشارة لأن أول رقم سالب. طيب اللي بعده 7 درجات عليه، والله فري. أوكي الكيماب الوسخة. طيب في الكي ماب هنا أعطاك function sum of products، sum of products معناته كأن عندي truth table زين، وهذه مثلا function if function هنا عاد القيم والأصفار والوحدات وليش زين. خلنا نقول الفانكشن لو جمعت هذولي طلع صفر هنا، واحد صفر واحد صفر واحد. sum of product معناته أخذ هذا وجمعه حط قيمته هنا، وهذا حط قيمته. المفروض ذاكر يوم شابتر 3، انا ما ودي اطول فيه لان شغلته طويله شوي، انك تكون عارف هذه يسمونها مين تيرم. مين تيرم يجمع الاشياء اللي خلت المعادله تصير واحد، اللي خلى الفانكشن تصير واحد ياخذها، او قد ترى يقول لك اللي خلت الفانكشن زيرو فتاخذ اصفار. قد جاء في واحد من النماذج الفاينل كذا كان غريب شوي، يعني ما اعطاك الواحد، اعطانا شوف النموذج اللي كان اختيارات، مو باللي راح ولا اللي قبله، اللي قبله. فطلب انها لما الاشياء اللي تخلي المعادله صفر مو بواحد، درسنا في سلايدات تخليها واحد. طيب ما علي من الحين، خلينا نرجع سلايدات عشان اوريكم اياها افضل، يعني ما ودي تعدها لانك عشان تكون فاهمين وش المين تيرم. هذه اي زي كذا، شف هذه الفانكشن، يعني لما اجمع صفر زائد صفر زائد صفر صفر، صفر زائد صفر زائد واحد واحد. لما اجمع مثلا، طبعا هذا مو بجمع، هو جمع هنا اللي هو اكس ده جمع اثنين هذولي، واحد زائد صفر صفر، صفر زائد صفر. طبعا هذه يسمونه نسيت والله وشو، او ما طلب الزد، هو طلب جامع الاكس هذه مع الواي اللي هذه، صفر 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 واحد وصفر واحد، لأنها أور هذا أور هذا واحد. فالمهم هذا طلعها بالترث تيبل هالأشياء دي. الحين الأشياء اللي تخلي المعادلة واحد هذولي، هذه يسمونها مين تيرم، sum of product شو يجمعهم، هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا. هو أعطاك إياها جاهزة، أعطاك هذه في السؤال اللي هي نفس كذا، شوفها هنا أعطاك إياها، فهمت الفكرة الحين شلون جاب هذه؟ طيب الحين يبيك تعوض هذه داخل شيء اسمه كي ماب، اللي هي إحنا عندنا ثلاث حدود x y z، ففي كي ماب الحدين زي كذا x y، في شيء غالبا بيجيك زي كذا x y z. هذه لازم تصير عارفها، لازم تصير عارف ترتيب ال الإكس داش والإكس والواي داش والزد داش، لازم أعرفها مرة، خاصة الصف هذا والصف هذا. طيب أنا لأني ناسيها أبى أحطها هنا، أبى أكتبها كذا،
هذا الجدول الكي ماب. اللي يقولون شرحي في 103 طويل لاني ارسم زي كذا سكيب يا اخي. هذا هو اللي يخلي شرح طويل. اكس داش واكس هنا وهنا فيه واي داش وزد داش وهنا فيه واي داش وزد. هذا السطر اللي انا قاعد اكتبه الشيء هذا لازم تكون حافظها واي زد وهنا واي وزد داش. اما الاشياء اللي في النص هذه ترى مو بلازم تكون حافظها. ليش؟ لانك انت تقدر تستنتجها. اذا عارف انت هذولي صفين ذولي تقدر تستنتجها. شلون؟ شوف هذا تقاطع هذا فتكتب له اكس داش واي داش زد داش. احنا هذا تقاطع هذا تكتب له. خلينا نشوف هنا مثلا ما راح اعبيها كلها اني بقدر امسحها. بقول هنا اكس داش واي داش زد داش. هنا بقول اكس واي داش زد داش. هنا لا بكتبها كلها عشان اوريكم اكس داش واي داش زد. هنا اكس واي داش زد. هنا اكس داش واي او ليش اقول داش هي كومبلمنت واي زد. هنا اكس واي زد. هنا اكس داش لان هذا مع هذا واي زد داش. هنا اكس واي زد كومبلمنت. هذه كتبناها. نرجع لاختبارنا. انت هذا اول خطوه لازم تكون عارف الجدول. ما انت بعارفه ما راح ت... يا رب يجون عيال اختي هنا فاضطرني احط ميوت واكرشهم. يلا طيب الحين عطاني هذه الاشياء. شفت هذه الاشياء هذه اعوضها في اماكنها. لحظه لحظه اصبر اصبر. طيب باك مش كنا نقول هنا الحين لما عوضنا القيم داخل جدول الكي ماب هذا كي ماب زين. الحين بدل شوف معناتها هذه القيم اللي اعطاك اياها هذه معناتها وحدات. هذه واحد 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 مو بيوريكم جدول تروث تيبل وكان فيه وحدات وصفار قلنا ناخذ الوحدات. هذه هي الحين يقول عوضها. نشوف اكس داش واي داش زد وينها فيه. اكس داش واي داش زد هذه صح ايه. فنحط فيها واحد. الحين الثانية x y داش z هذه هي x y داش z حط فيها واحد. الثالثة x y z هذه أسهل واحدة هذه هي x y z فيها واحد. الرابعة x y z داش x y z هذه هي. x y z داش كل هذه لا هذه هذه اكس داش هذه فرضنا اكس داش. شوف هذا داش اكس داش هنا واحد. طيب الباقيات خلينا نحذفها نحط بدالها اصفار. بحط بلون ثاني عشان ما اتلخبط بين الاصفار والوحدات. هذه اصفار اصفار. انا ناسي بس قوانين الكي ماب عشان تسوي جروب هذا نسميه جروب هذا الشيء لازم يكون من مضاعفات اثنين يعني اثنين أربعة ثمانية زي هذول اثنين. ما أقدر أخذ واحد واحد كذا غلط. وش هذا؟ هذا الأول. الثاني كان تأخذ أكبر حجم يعني عندي مثلا طبعا هذه ما أقدر أخذها مع بعض ثلاثة ما أقدر أخذها لأنها مو مضاعفات اثنين فهذه غلط. الشيء الثاني إنه أقدر أخذ مثلا من هنا وهنا يعني يلفون هو زي شكل أسطواني زي أسطواني زين فزي اللي يلفون كذا هذه فاعتبرها نفس الشيء. الفكرة ما أدري عاد وصلت وفهمت ولا أقدر أخذها بالشكل هذا. طبعا ما عندنا الحين بس أنا أقول يعني الشيء الثالث هذه خلصنا ثاني قلناها. الشيء الثالث قلنا ما أقدر أخذ وحدات هذه بعد كانت من القوانين. إيش بعد احس خلاص هذه طبعا تاخذ اكبر حجم عندك يعني عندك مثلا خلينا نقول مثلا هذه واحد هذه الاخيره هذه واحد زين ما اجي اخذ اثنين ثم اخذ اثنين لا خذ اكبر حجم واحد كامله هذه هي. طيب عرفنا الشيء هذا الحين نسوي التحديد حقتنا.
واضح هنا ما اقدر اخذ ثلاثة مع بعض دولي، فاخذ اثنين هذولي واخذ اثنين هذولي، واضحة كذا. فهذه الحركة ذي لازم تتدرب عليها، لازم يعني تمر على اكثر من كي ماب اللي في سلايدات ولا غير سلايدات ولا نماذج عشان تعرف تحدد، ترى تحديدك هذا هو اللي يفرق معك حلك صحيح ولا لا. هو هنا طالب لك الفقرة الأولى اللي حليناها اللي عوضنا في الجدول، عوض مدوشه في الجدول based on F، هذه حليناها التعويض، هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية يبغاك الاختصار. كيما فكرتها أن عندي المعادلة الطويلة هذه تختصرها في معادلة أصغر، هذه فكرتها كيما. فهو طالب اختصار و show you have grouped item maintain grouped، هذه سويناها إحنا الجروب. الحين كيف أسوي الاختصار؟ لما اشوف هذا الجروب هذا زين شفه والديبلون شاطح ما استخدمناه، ساتر كل شيء مستخدمه. طيب خلينا نخلع على احمر، اجي من هنا من ابدا من هنا مع التقاطع هذا زين، فعندنا هنا اكس داش واي داش زد، نفس الوقت اجي من هنا لين التقاطع هذا للتقاطع هذا، لأنه يعني لو خلاص دمني وضحتها الحين عشان تعرفون شو أتكلم عنها. الثنتين ذولي هذه وهذه، عندنا هنا x y dash z زين، فعندنا x و x وعندنا y dash و z. طيب وش لاحظون هنا؟ ال x dash مرة تساوي واحد وال x مرة تساوي واحد، ما يصلح. الحين لما أقول x هذه معناها مفروض صفر، x dash تساوي واحد، يعني لازم تعكسين، ما يجي يقول لي هذه صفر وهذه صفر، أو إنها في الحالة هذه واحد واحد، ما يصلح. فهنا أكنسل ذي، يعني من الدائرة الأولى هذه أخذ منها واي داش وزد، ما فيها تكرار، هذه متكررة يعني أكنسل وما أخذ المكررات. طيب هذه الأولى دائرة. الدائرة الثانية شوف عندي واي زد، عندنا مثلا إكس واي زد وعندنا x y z داش. شوف ال x هي نفسها ال x واحد، ال y هي نفسها ال y واحد، لكن هنا اختلفت ال z مرة جاية ومرة جاية، مرة جاية بواحد مرة جاية يعني في اختلاف في ال z، ال z و z داش. المفروض هذه ال z و z داش كنسلها لأنهم مختلفين. تفصيل أكثر أنا شرحته، لكن هنا على استعجال عشان تفهم الفكرة العامة. فهنا أكنسل ال z فبتصير زائد x y كذا، تصير هنا قلنا زد كنسلناه، هذه زد توقع اي واي ايش فيني ضيعت، ايه الاولى واي داش زد والثانية اكس واي، هذه هي. هذا المهم الفانكشن بتصير كذا سمبليفايد، هذه هي الناتج النهائي. عندي موقع يحسبها، خلينا نجرب هنا، هنحطه هنا او هنا. طيب هو هذا هو ايه، هنحط عليه مع انه بيغطي علينا شخاميطنا، بس يلا طيب كذا اوضح احس، لانه ما تهم يهمني اليسار، بس خلينا نشوف هذه. طيب هذه هي، هذه الجدول تروث تيبل. وش اللي معطينا واحد يعني اللي واحد الميتر، يعني هذه x داش y داش z، هنا عطوا حطها ب a b c x داش y داش z، كنا نقول هذه هنا x y داش z x، هذه x y داش z حطها بواحد x y z اللي هي هذه x y z، هذه x y z داش، هذه واضح ان هذه. طيب solve ايه، شوف هذه طلعها، هذه النقاط الحين حط النقاط هذه نفس ما حطيناها الوحدات. الحين الخطوة الثانية الجروبينج، شوف سووا هذا جروب واحد وهذا جروب اثنين. الجروب الأول شوف هذا هو زي ما شفنا، هذا الجروب الأول اللي هو هذا هو نفسه، وهذا الجروب الثاني احنا مسوينها هنا. طيب الجروب الأول هذا احنا طلعنا منه y داش z اللي هذه، والجروب الثاني طلع منه x y. الجروب الأول شوف هذا هو عنده b داش، كأنه أقول y داش، b داش هي y داش وزد هي عنده، فهو طلع في الجروب الأول b-c اللي هي هذه
اللي هي عندنا اكس واي الواي داش زد، هذه نفس ما شرحتها. الجروب الثاني طلع من عنده اي بي اللي هو اي وبي اللي هو اكس واي، نفس ما طلعتها هذه الثنتين نفس ما طلعناهم، وخلاص جمع بينهم بعملية جمع، هذه simplified هذه. فان شاء الله هذا حل صحيح. طيب اللي بعده، اللي بعده يقول ال شو اسمه truth table، هذه truth table هنا يقول لك عندك الرسم ال combinational circuit اللي هو الرسمة هذه that implements the boolean function، أعطاك رسمة f هذه function f وأعطاك ال g اللي هذه الثانية زين. فهو طالب الحين write the equation of the function f، يقول لك وش المعادلة اللي هنا من تبدأ لين ما تنتهي وش ال equation، وبرضه write the equation of g. ال g واضح يعني x دخلت x تطلع مع النيجيشن هذه نفي أو not gate هذه تطلع x داش، هذه x تطلع x داش، هذه الإيكويشن زين. ثم نقول استخدم truth table وشيك هل ال f equivalent to g ولا لا. طبعا السؤال يعني نوعا ما سهل لكن ما أعطاك إياها كقيم، أعطاك إياها كرسمة. طيب أول شيء تشوفه كم عندنا من متغير، 2 بس زين. فأجي أحط x وأجي أحط y زين. أو قبل لا أنتقل للرسم truth table اللي هو الفقرة الثالثة، لأنه بالثالثة بتحلت هذول كلهم. هنا خلنا نشوف هذه الx دخلت x، هذا negation نفي. أنا ما أدري شلون سوى، المفروض إنه يسوي مثلث يحط كذا ويمشي، بس إنه واضح معناته هذا نفي زين. هذا الx دخلت نفي هنا، فمعناتها داخل هنا هذه and gate and، وهذه or هنا داخلها يعني الناتج هنا بيكون x داش y، هنا الناتج زين. هنا شوف دخلت x ما دخلت نفي، هنا دخل x وهنا دخل y، بيطلع هنا x زائد y لأنها لا مو بx زائد y، لأنها or gate هذه nor gate. nor شوف نور جيت هذا علامتها، شوف نفس الاور بس حاط لك هذه زياده ينفي. هو احنا الحين دخلوا x زائد y اللي دخلوا اور عاديه، لكن لانها نور صاروا الثنتين كلهم نفي، فبتصير كذا نفي هذه. المهم بتصير عندنا هنا يعني في الطرف هذا x زائد y كل نفي، والطرف هذا بتصير ايش قلنا x negation y الطرف هذا وذا، هذه or gate عادية. or gate عادية معناتها ال f function ال f بتساوي x dash y زائد x زائد y الكل نفي زين. هذه هي هذه ال function عادية، هذه ال g تساوي x negation، هذه ال g اعتقد بس خلاص دخلت x وطلعت x negation هذه الجي. هذه جاوبت الاولى والثانيه، اتمنى انه واضح هذه. طيب الحين قال لي ارسم truth table، وش القيم اللي عندنا؟ عندنا x y وعندنا negation x، فاجي احط negation x. طيب هذه رسمه الخطوط واصعب شيء في truth table. Again, so skip. لأنها 2 بتصير 2 أس 4 بتصير 0 0 1 1، وهنا بتصير 0 1 0 1. طيب ايش عندنا بعد من الأشياء؟ عندنا negation x وعندنا y، هنا بيصير x negation x and y negation x y زين. هذا الطرف وعندنا هنا x زائد y x زائد y، وعندنا النفي حق ال x زائد y x زائد y الكل negation
عندنا أخيرا اللي هي x داش اللي هذه y مع الأور اللي قلنا في هذا x زائد y الكل نيجيشن، وفي الأخير عاد عندنا اللي هي هذه نفسها المفروض هذه الأخيرة خلاص. هذا جدول التروث تيبل. الحين بس نعبي القيم. طيب x negation عكس هذا يصير 1 1 0. x negation يعني تعكس هذا او x complement لها اسامي كثيره ترى، عكس 0 0 تخليه 1 1 عكسه بالضبط. هنا and لازم كل الطرفين يعني يكونون 1 زين. فهنا 0 and 0 لا طبعا هنا معلش هذا اول خطا سويته. هنا قاعد يناقش العمود هذا والعمود هذا النيجيشن اكس والواي زين. 1 و0 0 لازم كل الثنتين 1 عشان ذا. هنا 1 لانها 1 1 هنا 0 هنا 0 هذه. طيب هنا اكس اور واي هنا طبعا اذا في واحد من بينهم خلاص بحطه، فبتصير الاولى 0 هذه 1 1 1 1 1 1 لان الاور اذا كان في واحد خلاص تصير 1. الحين هذه نيجيشن الهادي عكس الهادي النور تك عكس اللور. فهنا 1 0 0 0. الحين اللي يبينا هو نسويه العمود هذا مع العمود هذا زين. فخلنا نشوف طبعا بينهم اور اللي هي اور اي اور المهم قصدي اي اور اي 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0. هذا هو الحين هذا العمود اللي طلعناه اخر عمود هذا. هو يقولك قارنه هل العمود اللي هو اف اللي طلعناه هذا خلينا نقول انه اف هذا وهذا كان جي، هل العمود F is equivalent to G؟ خلنا نشوف هم نفس بعض ولا لا. هذا G واضح إنه 1 1 1 1 صور صور نفس بعض. Yes yes G is equivalent to F. هذا جوابه. فترى بسيط مرة بس ترى ما راح توصل كذا ويبي له دقة، يبي لك تنتبه خاصة الأسئلة اللي فيها truth table. ترى أنا ذكرت قبل شابتر 103 كنت مذاكر قبلها مقرر 131 كان فيه سالفة تروث تيبل مؤسس كويس فيها. ذكرت 112 كان فيها تروث تيبل يعني مريت يعني دربت كثير على تروث تيبل. فسالفة انك تشوف سلايدات وبس وتكتفي لا يمكن يجيك اخطاء زين. فلازم تصير متدرب كثير يعني زي المسائل هذه حرام 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 انك تنقص فيها، انت بس تحللها. فكثير مسائل كلها تروث تيبل وارسم ودي ايش الشغلات هذه. طيب اللي بعده اللي بعده عاد اخر سؤال هو يعني تحويلات مباشر، ما اتوقع المفروض الكل يعني يقدر يجاوبه لكن خلينا نشوف. اول رقم طبعا خل عندك يعني المعلومه هذه هنا يعني حتى ما قال لك من ديسمال الى ما ادري ايش، لا ما يحتاج يقول لك هذه ديسمال يعني قال لك هذه 10 ديسمال، إذا قال لك 2 هذه باينري، إذا قال لك 16 هذه هكساديسمال، إذا قال لك 8 هذه أوكتل، إذا قال لك 5 هذه بيس 5. هذا البيس طبعا اللي حطيت 8 هنا 8. هذا البيس بيس 10 بيس 2 بيس 16 بيس 8 بيس 5 زين. هذه لازم تعرفها مو بلازم يقول لك. فهنا يقول لك حول من ديسمال إلى باينري الرقم اللي معطيناه 98.25. طبعا عندنا فاصلة هنا، الجزء هذا له طريقة تحويل والجزء هذا له طريقة تحويل، فلازم تنتبه للشغلة هذه. طبعا 98 بالطريقة هذه القسمة المطولة إذا تبي 98 تقسيم 2 لأن قاعدين بنحولها للباينري. وين الآلة؟ طيب
خلينا نشوف 98 تقسيم 2. طبعا بعطيك ملاحظة قبل لا، لأنك في حالة القسمة التحويل إلى باينري زي ما تقسم على 2 يعني، إذا العدد even عدد زوجي فبيروح بيطلع لك الناتج عدد صحيح، يعني الريمايندر صفر. إذا العدد odd عدد فردي بيطلع فيه ريمايندر واحد. فمن تشوفه even هذا أعرف أنه بيجي ريمايندر صفر، من تشوفه odd أعرف أنه ريمايندر واحد، وعلى هالحالة هذه. لكن خلينا نمشي خطوة خطوة. 98 تقسيم 2 هنا، 98 تقسيم 2 يساوي 49. 49 هذه هي 49. طبعا 8 كم الريمايندر؟ صفر، ما في، اعطانا رقم صحيح. طيب 49 تقسيم 2 اعطانا 24. تاخذ طبعا العدد هذا اللي هو هذا، تاخذه اعطانا 24 بس فيه باقي اللي هو واحد. قلت لك لان هاش هذا odd number، 49 عدد فردي مو بزوجي، هذا زوجي، هنا بيعطينا الريمايندر صفر لو بقسمه 24. فنشوف 24 تقسيم 12، 20 تقسيم 2 وش جاب من 12؟ 2 يساوي 12، لان الجواب في بالي 12 يطلع 12. طبعا انا اريد اكتب ذا 12 تقسيم ذا يصير 6. خلي بكمل بالآلة عندي، او يلا هالسؤال بس، تقسيم 2 بيصير 6، بيصير 6، الماده طبعا قلنا صفر. ترى تضيع هذا تقسيم 49 صفر، 49 تقسيم الريمايندر 1، 24 تقسيم 2 12 والريمايندر صفر، 12 تقسيم 2 اللي هي 6 والريمايندر صفر، 6 تقسيم 2 اللي هي 3 والريمايندر صفر. طيب 3 تقسيم 2 تقسيم 3 تقسيم 2 بيطلع لي 1 والريمايندر 1. خلاص اتوقع ان العدد بيكون 1. ترى انا مبطي عن التحويلات والدنيا هذه، ف بنشيك بعد شوية، أمشي الفكرة العامة يعني. فهنا بيطلع 1 0، طبعا تقراها من تحت لفوق، 1 0 0 1 0، أحط النقطة حقتي دوت هذه زين. أنا قبل لا أمشي ودي أتأكد من الرقم هذا، هل هو 98 ولا لا، قبل لا أحلل السكند بارت. طيب على السلايدات، طيب هنا من ديسيمال الى باينري خل بقول 98. طيب عندي خطا، المفروض ما كملته في، ما كملت هنا، المفروض فيه ريمايندر واحد ما كتبته. شوف هذا هو هذا الناتج، المفروض انه يكون كذا بعد في واحد هنا زياده. انا ما كملت الخطوه الاخيره ولا اي، ما كملت الخطوه الاخيره. 2 تقسيم 1 اتوقع 2 تقسيم 1 تقسيم 2 اللي هو 0، بصير هنا 2، 2 تقسيم 1 اللي هو 1 تقسيم 2 قصدي، نسيت ضيعت انا ايش فيني، بيصير 0 والريمايندر 1 لانه 1. المهم 2 ضرب 0 0 كذا، 2 ضرب 0 0 زائد 1 اللي هو الريمايندر بيعطينا 1. هذا مثل 1 ضرب 2 2 زائد الريمايندر بيعطينا 3. فعشان كذا انا نسيت الشيء، ما كملت انا اصلا. المهم فبالطريقه هذه القسمه تقدر تحسب ذا، او تقدر يعني بالحقتنا اللي 2 4 1 2 4 8 نفس الشيء يعني 16. بالطريقه هذه تقدر تجيب 98، مو مشكلتنا هنا. حطينا القيمه و رجع ورقة اختبار. طيب حطينا العدد وحطينا كل شيء، الحين البارت اللي على اليمين، البارت اللي على اليسار قلنا نقسم، البارت اللي على اليمين لا، هنا نضرب. فطبعا البارت على اليسار قلنا ناخذ عدد من تحت لفوق، البارت اللي على اليمين كذا 0.25 I Anas reply to you. طيب 0.25 هنا، هنا ودي مقرب على اليمين بس ما عليه، هنا بضرب في 2 هذا، خلنا نفصل ده يسار، بضرب في 2 هنا، فتجي مثلا 0.25 ضرب 2، 2 لأنه باينري طبعا، بيطلع نص زين، بيطلع 0.5، بس تاخذ
الريل بارت، هذا الريل بارت تاخذه تحط، خليها جنب الصفر. الحين تضرب في اثنين، نص ضرب اثنين، حتى لو طلع الريل بارت واحد تخليها جنب وتقسمها بدون الريل بارت، موجود في سلايدات. ضرب اثنين يساوي واحد، اللي هو واحد هو الريل بارت نفسه، باخذ هنا واحد. هنا ذيك كنا تقرأ من تحت لفوق، الحين العكس تقرأ من فوق لتحت. فنجي هنا، وين وصلنا؟ هنا. طيب صفر واحد، أجي أسجلها صفر واحد، هذا هو ضرب. خلينا نشوف موقعنا اللي تو، يعني طريقة حله أو تحويله. هذا ترى بس للتأكد، احنا قلنا 98.25 .25.25 convert. شوف هذه 1 1 3 0 1. انا ليش حط صفر هنا؟ ايه شو هذا موجود، هذا هو نفس الرقم ثم دات 0 1، خلاص هو نفسه. طيب ان شاء الله انه واضح. طبعا التحويلات سهلة والله، ما ودي اضيع وقتكم او انتم سووا سكيب. هنا طالب انك تحول من، خلينا نكتب العدد، 3 وحدات، 1 2 3 ثم 0 0 0 ثم 1 1 1 1 دات 1 دات 1. طيب هنا طالب انك تحوله من باينري الى اوكتل. طبعا الاوكتل في عنده شيء نسميه اوكتت، يعني تاخذ 3 اعداد، هذه اوكتت. في شيء ثاني عندنا اسمه هيكستت او هيكستت، شلون عاد نطقها، تاخذ 4 اعداد. هذه زين، هذه بنشوفها الحين كيف نسويها. هذا الرقم عندنا، هذه الفاصله، تبدا تاخذ 3 اعداد من اليسار لليمين، الجزء الريل اللي بعد الفاصله تبدا من هنا، يعني اخذها 3 مع بعض ثم ناخذ 3 هذولي مع بعض، يبقى هذا الوحيد. خلنا نعطيه اخوان 0 زياده واخذ 3 من يسار. الجزء اللي من هنا ما تجي تاخذه من هنا، تروح تقول تبدا من هنا، من هنا فتاخذ بس تعطيه 0 عشان نكملها 3 0. غلط انك تبدا زي كذا من اليمين، تروح من اليمين، تخيل الفاصله كذا وعندك 1 0 1 1 1 0 1 وهنا 1 1 0 1 زي كذا. تجي مثلا تاخذ من هنا 3، تاخذ من هنا 3، غلط انك تجي تسوي 3 3 مثلا، تحط 0 مثلا، غلط هذا. فهذه الطريقة. طيب الحين حددنا ارقامنا، خل نحول هذه حولها كرقم واحد، وهذا برضو، وهذا برضو، 1 2 4، 1 + 2 هذا الرقم بيطلع 3، 1 2 4، 2 + 4 بيطلع 6. فأنا نستخدم الطريقة هذه، 1 2 4 غثتكم فيها 8 16، بس لأنها 3 خلاص كذا أسهل لي من يجي كذا، يعني بدل ما أجي أقول مثلا أحط لي رقم 0 1 1 وأجي أقول يساوي 0 1 2، أجي أقول شلون كانت طريقتها، 1 ضرب 2 + 2 + 1 ضرب 2 + 1 + 1 ضرب 2 + 0 كذا، بدل ما اقدر اسوي كذا خلاص هذه اختصار، هذه على طول 1 2 4. هنا برضو 1 2 4 هذه بتصير 1. الرقم عندنا 163، فخلنا نحطه هنا 163. الدت نفس مكانه، هذا خلنا ننزله بعد هنا، هنا 1 2 4 بينزل 4. الرقم المفروض انه 163.4 للتأكد. نرجع للموقع، احنا قاعدين نحول من باينري الى اوكتل. الرقم الباينري كان 0 0 1 1 1 0 0 1 1 دات 1 0 1، بس توقع كذا تأكد يمدي انسخ، احس انه ناقص، ما ادري ليش صغر شوي. 1 2 3 3 وحدات، اوكي 0 وحدتين دات 1، اوكي مو مشكلة حلو.
هذا هو 163.4، نفس الرقم يطلعناه. زين، طيب هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث الحين، السؤال الثالث، هذا من هكسا ديسمال إلى ديسمال. طبعا أجي أقول 1 و A يساوي، هذه نفس الحركة اللي كالصفر 1، نفسي تو شرحتها. أجي أقول 1 ضرب 16 أس 1، ليش 16؟ لأنه هكسا ديسمال. زائد أجي عند الأي، أجي أقول مثلا A ضرب 16 أس 0، من هذه صفر. هنا مثلا أنا قاعد بحوله إلى ديسمال عدد صحيح، خلني بكمل كذا، 1 ضرب 16 أس 1 كان يقول 16، لأن 16 أس 1 16، 1 نفس الشيء. هنا 16 أس 0 يساوي 1، كان يقول أي، كان يقول 16 زائد أي، بس الأي وش هو؟ وش الأي؟ هنا عندنا شيء في التحويلات، المفروض إنك حافظ يعني ترتيب الأعداد بالهكسا ديسمال. زين، 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ما فيها 10، فيها A B C D E F، بعدين وصل F. إحنا عند ال A، ال A عادل كم؟ لو بحط جدول الديسمال 1 2 3 4 5 9 بالديسمال رقم عادية 10 11 12، ال A عادل 10، خلنا نبدلها ب10. أنا مسكت معي كحة. طيب ما أدري إيش جاني، مسكت معي كحة. المهم قلنا الـ A تعدلها ب10، هنا 16 زائد 10 26. نروح نحول، شوف احنا قاعدين نحول من هيكسا ديسيمال الى ديسيمال، كم العدد؟ 1A، 1A كابيتال، 26 26 ديسيمال. طيب بقي الاخيره 3BA. طيب 3BA، 3BA3BA هنا طالب من هكسا ديسمال إلى أوكتل. زين، عندنا شيء الحين لما بنحول من وحدة لوحدة، مثلا من هكسا ديسمال، نكتبها كذا، من هكسا ديسمال ديسمال إلى أوكتل مثلا. زين، هنا ما أقدر أحولها دايركت، هذه تعتبر بين يعني حلقة الوصل بينهم راح يكون اللي هو الباينري، باينري هذه حلقة الوصل بينهم. ليش أربطهم مع بعض؟ لأن الهكسا ديسمال كأن يقول بيس، هو كم؟ بيس 16، هذه بيس 8، هذه بيس 2. زين، بيس 16 بيس 8. وش أقدر أربط بينهم؟ كأن يقول 2 أس 4، 2 أس 4 يساوي 16، هنا 2 أس 1 عشان أبي 2، والأوكتل 2 أس 3، 2 أس 3 يعني 2 ضرب 2 ضرب 2 يساوي 8. شوف كلهم متفقين نفس البيس. كذا أقدر أحول من هنا لهنا بس مرورا في الباينري، هذه اللي أبغى أنبه عليه. فعشان نحول من هكسا ديسمال إلى أوكتل لازم أمر في الباينري. فنشوف العدد اللي قدامنا نحوله إلى باينري، ما عجبتني شكل A فلازم نحولها للباينري. الحين الثلاثة، هذه ثلاثة هيكسا ديسمال. أنا ما ودي أطول الموضوع لكن بوريكم الجدول اللي فتحت الإلستريتر. طيب بوريكم الجدول اللي موجود في شابتر 2. أنا شفيني لخبطت في شابتر في شابتر 2 بداية I think. اي هذا هو. زين، هذا الجدول
الحين تشوف الثلاثة اللي هي هيكس ديسمال، طبعا هذا هيكس ديسمال 16، تحول الثلاثة هذه إلى باينري. وين جدولنا؟ هذا هو، شوف الثلاثة بالهيكس ديسمال تعادل 1100 1100. زين، هذه الثلاثة 1100. البي تعادل، أحد يقول لي لازم أحفظ الجدول هذا، ترى الجدول هذا ما ينحفظ، ينفهم، ترى ينفهم، بس ما ودي أقدر أرسم لكم ساعة وتقولون أنت مقاطعك شروحاتك تطول، فينفهم الجدول. من صفر تعداد الباينري تحويل، زي كأن يقول 1 2 4 الحركة هذه، زين تحويل عادي، والهكسة دي اسمه يعني واضحة. البي اللي هي 1101، خلو دم يسار 1011، الاي 1010 1010، هذا الاي، هذه الحين باينري، هذا طبعا هيكس ديسمال، هذا الحين باينري. الحين الاوكتل اخذ ثلاث اعداد، هذا اوكتت، اخذ ثلاث اعداد هذه بعد، واخذ هذه، واخذ هذه، ثلاث اعداد احولها الاعداد هذه، واحد هذه واحد، 1 2 4 هذه واحد، هنا 1 2 4 6، 2 زائد 4 6، هنا 1 2 4 4 6 7، 4 6 زائد 7، وهذه 1 2 2، يعني معناته بالأوكتل بيصير 1672، هذا أوكتل. أوكتل طيب، نشوف أقرب موقع، أقرب موقع ما عندنا له. طيب إحنا كنا من هيكس ديسمال إلى أوكتل، الرقم 3BA convert 1672 نفسه. الاختبار هذا ما ادري، انا فتحت اخر نموذج ان شاء الله يجيكم زيه، لان الصراحه يعني يعتبر سهل، وزي ما شفتوا خلينا نشوف كم اخذ معي، اخذ معي ساعة و12 دقيقة، انتم اختبركم ساعه ونص، انا قاعد اشرح وقاعد اتكلم وقاعد ارسم واحوس، اخذ مني ساعة و12 دقيقة. اللي مذاكر صح ترى بيكون سهل عليك مره مره مره، اللي ينتظر تجميعات ولا يضيع وقته من شهور وساحب وشذاكر وش مدري ايش، الله يكون بعونك. المقرر ترى غثيث شوي لانه كثير، وكل ما ترى بيصعب عليكم، يعني ما راح، لا اتوقع الدروس اللي قدام تكون اسهل لا اصعب، فاغلب النماذج ترى زي كذا، اغلب النماذج قريبه من كذا، انا ما ادري اذا هذا اسهل، انا ما شفت كل النماذج، ما ادري اذا اسهل ولا اصعب، لكن اغلبها متشابهه، فيبي لك شوي شده حيل، يبي لك شوي تفهم الافكار. ترى انا من زمان ما ذكرت لي سنه عن المقرر، بس حاب شغله الاسمبلي وشغله اللي هو ريجسترز والاشياء هذه تبع المعالجات، فحاب الشغله هذه خاصه لما اجي عند اللوجيك جيتس. ان شاء الله انه يكون سهل عليكم، بالتوفيق لكم.